ونفس استشهاد الإمام الجواد عليه السلام فيه علامة وإشارة على مثل هذا الأمر، أن بينما المأمون باقي وياه الإمام الجواد من سنة توليه الإمامة سنة 203 أو 204 إلى 218-15 سنة تقريبا، طيب، ويدري أيضا المأمون أن الإمام الجواد يعني لا يعتقد بإمامة المأمون، الإمام الجواد يعتقد بإمامة نفسه ويدعو الناس إلى إمامة نفسه، ومع ذلك تعايش معه مدة 15 سنة إلى أن مات المأمون. هذا الرجل المعتصم سنتين ما لحق، سنتين، إحدى السنتين انشغل فيها بالحرب مع الروم في قضية فيها من المبالغات الشيء الكثير ما سميت بمعركة عمورية، وهذه قضية ومعتصماه اللي فيها نقاش في أصل ثبوتها وفي دلالاتها أيضا، طيب ما عندنا فرصة الآن نتحدث فيها، بس فد سنة كان منشغل فيها بهذا، السنة الثانية تفرغ أول ما صنع قضى على الإمام الجواد عليه السلام. هذا يبين لك طبيعة هذه الشخصية الحادة القاسية اللي ما تتحمل أن يكون أحد إلى جانبها، مع أن الإمام الجواد عليه السلام في زمانه كان كثير الملاحظة للوضع، حتى عندنا روايات مثلا أن الإمام الجواد في سنة 220، وهذه من الرواية المعروفة رواية علي بن مهزيار، في سنة 220 حتى لا وهي نفس سنة شهادة الإمام عليه السلام، حتى لا يتحسس الجهاز العباسي حلل الناس في الخمس، قال لهم هالسنة لا تجيبوا أخماسكم، لا تنقلوها، أنتم في حل منها. ليش؟ لأنه بالتالي هذا مثل المعتصم إذا كان بدون هذا الأمر هو ينفعل وهو يتحسس وهو يقسو، فكيف إذا كان بهذا؟ فأحل شيعته في سنة 220، وهذا في نص الرواية جاي تسمية السنة في هذا الأمر، وهذا يبين لك الوضع اللي كان يعيشه الإمام سلام الله عليه.